السلام عليكم. اليوم عندنا تمثيل البياني للمعادلة التربيعية. طبعا المعادلة التربيعية يعطيك دالة وتمثلها بيانيا، هي معادلة تربيعية. فبالبداية لازم أسوي جدول هالشكل هذا. هنا تقول اكس، هنا واي، وهنا اكس وواي، تمام؟ وتفرض لك قيم هنا سالب 2، سالب 1، بصفر، بواحد، باثنين. هذن القيم، هذن القيم وين راح تعوض لي اياهن؟ وين تجيني بعد اخوك؟ تعوض لي اياهن هاي القيم كلهن، تعوضهن هنا هاي الدالة حتى تطلع الواي. فراح تطلع عندك الواي. من تطلع عندك الواي طلعت عندك اكس وواي، فالحل شنو؟ طلعت عندك نقاط راح تقدر ترسم. فنجي اول شيء نعوض الاثنين، عد ما اكس يساوي لنا سالب 2، الواي ايش راح يساوي؟ الواي راح يساوي لنا سالب 2 تربيع، فراح شو يصير؟ سالب بالسالب موجب، تربيع الاثنين ايش قد؟ 4. يعني الواي ايش قد؟ 4. يعني النقطة طلعت عندي سالب 2 ب4، تمام؟ واسد القوس. هاي أول نقطة. ثاني وحدة اللي هي السالب 1، هذا كلهن على نفس الطريقة. فالسالب 1 يؤدي إلى أن واي بين قوسين سالب 1 تربيع، فراح شو يساوي لنا؟ 1. إذن طلعت عندي النقطة اللي هي السالب 1 بالواحد، وسد القوس. اللي بعده اللي هو الصفر، قيمة اكس يساوي لنا صفر، فيؤدي إلى أن الواي يساوي لنا هنا الصفر 4، فراح يساوي لنا صفر. فهنا صفر، طلعت عندي نقطة اللي هي صفر بصفر، تمام؟ اللي بعده اللي هو الواحد، قيمة اكس هنا ايش قد؟ 1، تمام؟ راح يؤدي إلى أن اكس الواي شو يساوي لنا؟ الواحد تربعه، نفس الشيء ماكو اشكال، راح يطلع 1. فنقطة طلعت عندي 1 بواحد، تمام؟ راح اجي لمن النوب؟ للثنين. اكس راح يساوي لنا 2، اعوضها وين؟ بالواي. فاثنين تربيع، 2 تربيع راح يصير 4. اذا 4 طلعت عندي النقطة 2 بـ4، تمام؟ 2 بـ4، 1 بـ1، طلعت عندي النقاط. هسه راح اجي ارسمهن بالرسم واحدد رسمي شلون اشتغله. هسه انا حددت محور الواي، والواي فتحة، وهنا اكس، هنا اكس فتحة، تمام؟ فراح تجي هنا هسه ايش راح تسوي؟ تجي لي على النقاط، تجي تحددهن. نجي لاول نقطة اللي هي سالب 2 بالاكس، هاي هي سالب 2 بالاكس و4 بالواي، فراح تكون نقطة التقاطع مالتهم وين؟ هنا، تمام؟ سالب 2 بالاكس و4 بالواي. اللي بعد هي اللي هي سالب 1، سالب 1 بالاكس هذه، و1 بالواي، فراح تكون نقطة التقاطع هنا، هذا الواحد وهذا السالب 1، فنقطة التقاطع هنا. اللي بعد هي صفر بصفر، هاي واضحة الفكرة؟ صفر بصفر. والنقطة اللي بعدها اللي هي 1 بواحد، 1 بالاكس و1 بالواي، فراح تكون نقطة التقاطع وين؟ هنا. واللي بعدها اللي هي 2 بالاكس و4 بالواي، 2 بالاكس و4 بالواي، فراح تكون نقطة هنا بهالشكل هذا، تمام؟ بعد ما حددت النقاط راح ارسمها على شكل تقاعر. شوف هذا الرسم، طبعا ما مرات لو ابطل ولا، بس هذا الدفتر بعد اضبط الصيغ بهالشكل هذا على شكل تقاعر. ان شاء الله هذا من توصلون للسادس اعدادي راح تفهمون شنو معنى تقاعر وشنو معنى التحدب، بعدين تاخذون. عندنا هذا السؤال الثاني اللي هو اكس زائد 4، اكس تربيع زائد 4، هاي معادلة تربيعية. فبالبداية لازم اسوي لي جدول مثل ما علمتكم كل مرة، هالشكل هذا اكس واي اكس وواي، تمام؟
بعد ايش راح تسوي؟ تفرض لك نقاط اللي هي السالب 2 والسالب 1 والصفر والواحد والاثنين، هذا من النقاط ماشي وياك بكل مكان، تمام؟ هنا انا بس بالتربيعية احتاج انا هاي القيم، اذا ما في تربيعية ما تحتاج قيمتين. فهنا انا راح نجي نعوض وحدة وحدة، نقول عندما اكس يساوي سالب 2 يؤدي الى ان واي يساوينا سالب 2 تحت التربيع، تمام؟ زائد 4، شوف وين خليت الاثنين؟ ربعتها، فراح يطلع الناتج 4 زائد 4 ايش راح يساوي لنا؟ 8 الناتج، مو صح لو لا؟ اذا الواي ايش قد؟ طلعت عندي النقطة سالب 2 ب 8، وسد القوس. هسه نجي للي وراها، اكس يساوي لنا سالب 1، من نعوض السالب 1 الواي راح شو يساوي لنا؟ سالب 1 تربعه زائد 4، فراح يؤدي الى ان 1 زائد 4 راح يساوي لنا 5، مو صح لو لا؟ فهنا انا 5، فطلعت عندي النقطه اللي هي سالب 1 ب 5، وسد القوس. اللي بعد هي اللي هو الصفر، هنا اكس يساوي لنا صفر، الواي ايش راح شو يساوي؟ همين الصفر ربعه، هو صفر يعني حتى لو يتربع، فراح تبقى لي بس 4، فهاي النقطة اللي هي صفر بأربعة، تمام؟ اللي بعد هي الواحد والثنين، طبعا الواحد هنا اكس راح يساوي لنا واحد، الواي ايش راح يساوي لنا؟ واحد تربعه زائدا 4، فراح يساوي لنا 5، فهنا 5 نا واحد بخمسة، طلعت النقطة عندي اللي هي واحد بخمسة. واللي بعتي الاثنين اكس راح يساوي لنا الاثنين، فيؤدي الى ان واي يساوي لنا اثنين تربيع زائد اربعة، فراح يساوي اربعة زائد اربعة يساوي لنا ثمانية، هنا طلعت عندي ثمانية، فطلعت عندي النقطة الاثنين بالثمانية. طلع العدة ذن النقاط، هسه راح ارسم الاحداث السين والاحداث الصادي واجي اعوضها. فطلاب هذا الرسم نجي نحدد النقاط اللي عندي. عندي سالب 2 ب 8، سالب 2 بالسيني و8 بالصادي، فراح تصير النقطة هنا، تمام؟ اللي وراها سالب 1 بالسيني ب 5 بالصادي، فالنقطة راح تصير هنا. اللي بعتي صفر ب 4، وين هاي الصفر؟ هنا أنا. صفر بالسين أربعة ناب بهالشكل هذا. اللي بعد هي واحد بخمسة، واحد بخمسة هنا راح تصير النقطة.